الدولة الإسلامية هي مكتب شرعي قائم عليه عشرات الأدلة بل مئات، يعني يفرض هذا لا كلمة في ذلك، لكن عندنا الإسلام نحن نتبناه، يعطينا الفكرة ويعطينا الطريقة، بمعنى كما يعطيك الفكرة ماذا يجب أن تفعل، يعطيك الحليفة كيف تصل إلى الغاية، وإحنا نتبناه الطريقة الواضحة اللي هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قوم على الصراع الفكري والكفاح السياسي ومعناها إقناع الناس لتغيير الرأي العام. الصراع الفكري والكفاح السياسي من أجل بناء دولة الخلافة، من أجل معناتها من الوصول أجل إلى أنها تغيير الوسط وتغيير الرأي العام، وهذا مستطاع وحققنا فيه مسافات كبيرة ياسر. الحق يقعد حق، ولو منها حمله غير صاحبه وإلا ادعاه وإلا انتحله. الطريقة الموجودة الآن احنا عندنا فيها كثير من الشكوك، أولا إما هي تنطع منها متاع يعني جهالة ومتاع عمالة، جهالة وعمالة نأكد عند مجموعة اللي قاعدة تتحرك منها هكا في الأبسوليت، والأدهى والأمر أنها يعني من مشروع تخريبي مكلفة بالمهمة، يعني الجروب السكيور الصغار معناها عندهم المانيبيلاسيون تاعهم عن بعد، يعني احنا نحسوا انه ثم احداث قاعده تمشي ماهيش عفويه في التوقيتات والا في التوجيهات، وما يبين انه معناها ثم جهه ناكدوا ما تنجمش تكون عندها مشروع اسلامي تحب تخدم بالعنوان هذايا لاحباط المشروع الاسلامي، معناها باش تصلوا على انه مهور، انه تسلطي، انه معناها دموي، ماهوش معناها باش ما يظهرش منه الوجه الصحيح نتاعو اللي هو وجه البشرى، وجه يعني تقديم البديل اللي يحقق رعايه للناس والكفايه، لان الناس كنت تطلع للبديل، فالبديل الاسلامي عنده فرصه تقدم رائعه جدا اعطتها له الثوراء، فما شكون يحب يشوش عليه، فاحنا نعتبر هذا مشروع تشويش ومرفوض. انا شخصيا اخاف منه مهما كانت نوايا صاحبه، لانه اللي بدا بالدم يواصل بالدم كما بدا به اليوم وغدوه، وقت اللي معناها فرضا انه سيطر على جزء والاجزاء باش يواصل في الدم بتاعه بكذا. فمثلا احنا بالنسبه لنا مرفوضه اصلا، الغايه لا تبرر الوسيله، ثم فرق بين الفكره اللي يحدد حد الشرع، الطريقة اللي هي دائما ما تتبدلش وهي شرعية ما فيهاش حتى عمل من عمل العنف أو ارتباط بالأجنبي، وثم الأساليب اللي تختلف الأساليب والوسائل حسب العصر حسب البيئة، ما عادش تكون بالإنترنت تكون بالاتصال، هذه كيف تتغير، هذا احنا رؤيتنا في التغيير كامل. نعم سي رضا، ما لاحظتوش انك في فترة معينة ساندتوا الجهاد في سوريا وما تتبنيتوا الفكرة هذه؟ اليوم ثم بعض الناس تقول، معناتها حتى القيادات تقول اللي مشاركين في العمليات الإرهابية هم فيهم شباب مازال كي جا من سوريا، معناتها مازال يحمل معناتها نفس السلاح اللي حمله في سوريا حمله هناك في تونس، شنو رأيك؟ جوابي هو اللي قلته المرة الأولى، وأنه الفرض يقعد فرض والصحيح يقعد صحيح، وان قام به مخطئون او متنكرون، بمعنى اخر احنا الثوره في سوريا هي على وزن الثوره في تونس في مصر في اليمن في ليبيا، هم ناس خرجوا مده طويله 9 شهور ما كانش في حتى عمل مسلح، اللي تصريح من رئيس الدوله بشار بنفسه، 9 شهور كنا نشوفه في دمار شامل، يعني ضرب بكل انواع السلاح حتى العسكري، من بعد تغيرت وقت وقال انشقاقات في الجيش في سوريا ولا ثم وضع عسكري ميداني. بالنسبة لنا احنا عندنا رأينا من أهلنا ومن شبابنا حتى في سوريا أنه عمل في سوريا عندهم ما يكفيهم، وبالعكس يمشي متنطع ولا متطوع يولي عبء على المجاهدين، ولا احنا نشوفوا فيهم قاعدين يخرجوا طوق قاعدين يمشيوا لإحباط الثورة مش لإنجاحها، بمعنى آخر غير مباشر يمشي، نرجع لمسألة العمالة تحت داعش، هذه تنظيم داعش الان، كل خاصه يخرجوا من تونس تقريبا بنسبه 95% اللي قاعدين توصل الاخبار حسب الاعلام، انه قاعدين يمشيوا للعنوان الخطا، بمعنى تحت منظويين تحت جهات طلعت ورغص فيهم باش يشوشوا على الثوار ولا يقتلوا حتى في الثوار، الناس كل سمعنا كل الاشياء الفظيعه اللي فيها تفجيرات وما الى ذلك، بحيث نقول احنا اللي يمشي غادي يتحمل مسؤوليته، لانه يعني يقع تحت عماله ويقع تحت مخابرات، وتعب الخروج هنا كانت خطا، لان احنا لم نستوعب، وقلت اكثر مره ثوره في تونس مازلنا ما حققناهاش، ثم انتظارات، كيفاش انسان يخلي قدامه معناها فرصه ذهبيه جات بعد ثوره باش يقنع الناس
بمشروعه باش يثبت وضعيه جديده باش يبطل الفساد والباطل ويمشي. معناها يتعطى معناها 2500 كيلومتر. هو ديجا هذا خطا، يعني هو خلى فرض قدامه، فرض سياسي فرض شرعي، ويمشي لاعمال اخرى. هذا هز الحماس، هزته التضامن المشاعري كما ناس مشات العراق في وقت مقاتل، لكن العراق وقت كان فيه احتلال مساله اخرى. اليوم بالنسبه نحن نعتبر الدعوه التعبوية للخروج من تونس في اتجاه أي جهة أخرى نعتبره خطأ وخطأ شنيع، خاصة إذا يكون بطبيعة الحال تحت أجنحة غامضة ومبهمة وارتوائية. وبالفعل يولي مخيف، لأنه الناس هذه حسب معلمنا ونأكد هذا وقلتها في التلفزيون من مرة، أحمد الرئيسي هو المخول بالتجنيد عبر ليبيا بشكل تعبوي كاسح، وهذا الرجل يعني عليه كذا عنوان وارتباطات دولية، انه بالفعل كل منطقه يحب يوجد فيها شوشره، اما للتشويش على ثوره كما في سوريا، والا لارباك من ثوره كما في تونس، يعني يقوم باعمال اليوم اصبحت شبه واضحه للراي العام انها بالفعل خارج على اطار معناها الصحوه الاسلاميه وفي حاله ولا لجهات اجنبيه، انسان غامض ما عنده حتى علاقه بالاسلام، انسان تحار باتم معنى الكلمه، معروف عليه كان اصحاب هو وبن طرابلسي ليلى وغيرها، وكان في الصفحات الاولى دائما عراف في جرائد المغرب نسميها بالاسم.